الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيان يوم الاثنين الماضي بحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ غدا الخميس إن شاء الله وتستمر حتى يوم السبت القادم إن شاء الله. طبعا هذه الحالة من عدم الاستقرار هتبقى عبارة عن سكوت أمطار شديدة الغزارة على معظم أنحاء الجمهورية، وهي عبارة عن بالتفصيل السواحل الشمالية، مناطق من الوجه البحري، القاهرة، أيضا مدن القناة. هذه الأمطار شدة غزارتها هتصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وشمال وسط سيناء، أيضا مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، منطقة خليج السويس. طبعا منطقة خليج السويس بيتعرض لهذه المنطقة، لها طبيعة جبلية فممكن تصل لها الأمطار للسيول. بعض المناطق من جنوب البلاد أيضا هتصل الأمطار وشدة غزارتها إلى السيول. بيصاحب كل هذه الأمطار نشاط رياح على معظم الأنحاء، هيكون مثير للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والطرق المكشوفة، ويكون يوصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد. أيضا بداية من يوم الجمعة إن شاء الله هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، أقل من المعدلات الطبيعية بحوالي من 4 إلى 5 درجات مئوية. الطقس هيكون بارد أثناء النهار وشديد البرودة أثناء ساعات الليل المتأخرة، وطبعا في الصباح الباكر.